السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد أبو العنيد. كيف الحال يا شباب؟ عساكم بخير وصحة وعافية. رجعنا لكم مقطع جديد من سنو رانر، ونكتشف معكم مكان سيارة تلسكوت 800، ونحاول ننهي مهمة الشاحنة اللي في المستنقع ومهمة الشفروليت الأحمر اللي في المستنقع. أتمنى الفيديو يعجبكم، ولا تنسونا من الاشتراك في القناة وزر اللايك ونشر الفيديو، ومشاهدة ممتعة. اوكي، بنحدد لكم مكان الشاحنة. نبدأ من الجراج، نكمل لين المدينة. من بعد ما ننهي المدينة بيجيك مستنقع على يسارك، كمل لين ما نوصل المكان المحدد. GPS السيارة بتكون السكوت 800 في المنطقة. هذا مكان السيارة. اوكي، بنستعمل الشفروليت مع التزويدات البسيطة اللي ضفناها له، وبنتجه. نحن طالعين من الجراج الحين، بنتجه لين المدينة. اوكي، بعد ما وصلنا الجزر ناخذ يمين على المدينة على طول. طبعا جينا محطة الوقود، اذا تبي تعبي تعبي، واذا انا عندي كمية من البترول في السيارة ضايفنا. شوفوا الدبات اللي فوق السيارة، فتكفيني البترول لانهي المهمة. بعد ما وصلنا المدينة هني نكمل على نهاية المدينة. طبعا انا محدد بالجي بي اس على الخريطة. اوكي، الحين يجيك المنطقة المائية هذه، على اخر المنطقة هذه المائية ناخذها يسار، يكون في مستنقع ولا مناطق طينية. الافضل يكون عندك تواير طينية، المهم تكون عليك اسهل. اوكي، بنحاول نطلع من المنطقة. نضيف الدفلوك لان المنطقة صعبة شوي هنا. اوكي، نرجع على الاوتو، نكمل نحاول نتجنب المناطق الطينية الصعبة شوي. المناطق صعبة، حاول قد ما تقدر انك تتخطى شوي المناطق هذي. الحين راح نحاول نصعد المنطقة صوب السيارة. الصعود طبعا بعد المنطقة الحين.
نحاول نصعد المنطقة الجبلية هذه. السيارة بتكون في أعلى المنطقة هذه. نحاول نتجنب المناطق الطينية شوية. أهم شيء إنك تتحمل في المناطق الجبلية هذه، يعني تحاول قد ما تقدر إن السيارة ما تجلب عليك أي حركة، عادي السيارة تنزل تنقلب عليك، فدير بالك. نقربنا، هاي السيارة عند البيت موجودة، السيارة موجودة في نفس المكان اللي حددنا عليها في الخريطة. هذه سيارة السكوت 800. يقول لك اكتشفت تراك. اوكي، بعد ما استبدلنا سيارة سياري مثل ما واضح انه تجيك فور ويل، تقدر تحولها فور ويل، تجيك اوريدي ديفلوك، يعني ديفلوك منها وفيها، ما يحتاج انك تبدل ولا شيء تلقائي. طبعا السيارة ما فيها اي تطويرات ولا شيء. نحاول في مناطق صباحية شوية، الجو يكون افضل. اوكي، بنحولها للجراج، بنعملها ريكفري، بنحاول نطور السيارة على التطويرات الموجودة لها، وبنجرب السيارة. عملناها ريكفري للجراج، بنحاول نشوف شو اللي نقدر نطور في السيارة. طبعا الماكينة مال التطوير، والجير بوكس في لها تطويرة. اوكي، التواير، شوف التاير، في الأوفرود 35، نحاول نضيف لهذا. طبعا التوائر الطينية للحين ما فتحنا التوائر الطينية. اوكي، بنشتري هذا والقلص، نضيف لهذا. اوكي، بنضيف التاير سبير، بنضيف الأدوات التصليح وأدوات والبترول الإضافي. يبقى نحاول نضيف لها الأمور العادية، التزويدات العادية البسيطة شكل. وشكل الرنج. أوكي، خلاص. واللون نحاول نختار لها لون. أوكي، هالشكل يكون حلو صراحة. هاي السيارة بعد التطوير. اوكي، في البداية بنحاول نكتشف التور اول شيء، في عندنا تور قريب، نحاول نكشف الخريطة فيه، بنجرب السيارة بالمرة. شوف قد الامور هذه وقد المناطق الطينية، هتنفع واحد يستعملها ويستمد عليها ولا؟ قال لحد الان امورها طيبة. نحاول نطلع من المنطقة هذه، نظهر ان توهقنا. اوكي، بنختصر شوي.
نحاول ان ما ندخل في مناطق طينيه افضل. اوكي لا بس في السيارة صراحة، لكن يبالها بعض التطوير، يبالها توائر طينية بتكون اقوى. اوكي هذا التور، نروح نكشف فيه الخريطة. اوكي كشفنا الخريطة فيها الحين، نحن في المكان الحين. شوف بعد ما كشفنا الخريطة، شوف طلع لنا التراك اللي موجود في المستنقع قريب منه. اوكي بنحاول ان نروح للتراك، بنحاول ان نستخرج التراك ونوصله للمكان المطلوب. بنشوف السكوت 800 قد الموراي، مع انه صعب علي اتوقع، لان التراك بتكون تراك ثقيلة، ما اتوقع راح اقدر اسحبها. بنحاول شوف قدها ولا الله، ما اظن بسرعة بس بنحاول. اوكي نحاول نختصر، نطلع من المناطق الصعبة شوي. والله شوف السيارة إذا تروح تكتشف فيها مكان، تكشف تورات ولا شيء تنفع، لكن المهمات اتوقع انها شوي راح تكون صعبة عليها، لان سيارة صغيرة ما فيها ذاك الباور اللي يخليها تسحب شاحنة اتوقع مثل اللي موجودة. بس بنحاول فيها شوي وبنشوف، ممكن تكون قدها وتسحب لك الشاحنة هذي. اوكي يقول لك مرحبا، يقول عندنا مشكلة في المزرعة، يقول عندنا شاحنة عالقة في المستنقع ونحتاج الى محرك قوي لاستخراجه، وراح نحصل مرة المهمة على 190 اكس بي والمبلغ 1250. اوكي نشوف يقول لك تطلع الشاحنة من المنطقة هذه، الواضح مثل ما واضح في الخريطة، نوصلها لين المزرعة. اوكي مكان قريب. طب بنحاول في السكوت 800 بنشوف شطارته، نحاول نسحب. والله في عزمة، لا والله يعني مع التطوير البسيط اللي فيه يسحب لك الشاحنة، شيء جيد. خلنا نفصل القلص، حاول. والله صعبة عليك يا سكوت، يعني هو حاول. نحاول شوي. الشجر اللي كنا ممكن نستعمله في الجالس كسرنا، يلا مو مشكلة. والله اتوقع صعبة عليها شوي. اول شي طلع نفسك من المستنقع بعدين اسحب الشاحنة. اوكي بنحاول شوي. الله صعب عليك تبي الصراحة.
الحمد لله ان التراك فيه بترول، يعني لما تسحب اي تراك ولا اي سيارة اذا فيه بترول يشتغل ويساعدك في الحركة، عرفت؟ اذا ما في بترول فالمهم بتكون صعبة. علقنا في المستنقع، الحين ننقذ التراك، ننقذك انت. كيف نحاول نطلع؟ الظاهر انه ما يفايد السكوت 800. بنحاول نجيب الشفروليت الاحمر، شفروليت مركب في تواير طينية، اتوقع بيفيدنا اكثر. اوكي، بعد ما جانا الوحش شفروليت الاحمر، يا سلام شوف قوة الشفروليت مع التواير الطينية. اتوقع هذا اللي بيسحب الشحن هذي. هلا بنحاول فيه شوية الحين. لا ما جاي نسحب الشير، ما جاي نسحب الاغراض المتكسرة، جاي نسحب التراك. هلا اسحب. ايوه، شفروليت بيكون قد المهمة صراحة. المشكلة هذه في المناطق المائية هذه. ويل، ونطلع لقدام اتوقع بنقدر نسحب التراك هذا. خلنا نطلع من مكان المناطق المائية هذه، نحاول نسحب التراك شوي ونقدم لقدام. يلا لا تفشلنا يا شفروليت، معتمدين عليك. حاول شوي شوي، راح تطلع الشاحنة. أنا لو أطلع من منطقة الماية هذه مناطق طينية شوية بدون ماي الأمور طيبة. نحاول إن نفصل. كيف بنحاول إن نصعد فوق شوي، تكون قوة الشوريت أقوى أتوقع في السعد برا على المناطق المائية. اسحب الشاحنة شوي بعد. هي المشكلة في المناطق المائية هذه. خلنا نطلع فوق شوي. الحشيش هذا اتوقع بيكون افضل من المناطق المائية هذه. ايوه، في المنطقة هذه اتوقع بيكون السحب اقوى. شوف كيف افضل من المناطق المائية. المناطق المائية التوائر تدور على الفاضي، ما فيها جهد السيارة، لكن شوف المناطق شوي البرع المناطق المائية جهد اقوى. اوكي، نسحب شوي ونطلع ان شاء الله. طبعا اهم شيء في هالمناطق يكون لازم ركب لك توائر طينية، تفيدك بشكل كبير، يعني تسوي لك تعمل لك فرق صراحة. خلينا نطلع شوي من المناطق المائية بس. بترولنا للنص، هاي المشكلة لأن عندنا بترول إضافي فوق راحنا فوق الشفروليت.
كفينا البترول نخلص المهمة هاي كفينا. اوكي تقريبا خلصنا المهمة هذه، مرينا من الجزء الصعب، ما بقالنا الا الشيء البسيط. اوكي تقريبا المهم خلصناها، نوصل التراك الحين للمزرعة، مزرعة قدامنا. خلاص وصلنا المزرعة، نوصل الاتراك في المنطقة اللي في السامي الموجود قدامنا. اوكي وصلنا المهمة، وصلنا على 190 اكس بي ومبلغ 1250. حلو اوكي الحين بنحاول في مهمة الشفروليت الموجود في المستقع، طبعا قريب المزرعة بعد، مر على جنبنا على اليسار، نحاول ننقذ الشفروليت من المكان اللي عالق فيه. هذا الشفروليت على يسارنا، انا اخوف من المناطق المائيه بس والله، لو طين بدون ماء الامور طيبه. ما في اشجار هنا، ما في شيء انك تعتمد عليه انه يطلعك الونش، فلازم تدير بالك من المناطق هذه. شوف كيف يغطي الشفروليت، نشوف البترول بيكفينا ولا، لان عندنا البترول الاضافي. الله صعب عليك يا شفروليت، علاقة الظاهر. وما في شيء يساعدك هني في الونش، يعني دير بالك. ارى اتوهق الشفروليت. ما في قلص قريب، كل شفروليت اللي بتنقذه اذا يسحبك شوي يساعدك. والله زين استفدنا من الشفروليت اللي ايوه زين ساعدنا الشفروليت شوي. تمام وصلنا. يقول لك عنده مشكله بعد و محتاجين مساعدتك انك توصل شفروليت المزرعة. اوكي الحين بنحاول نسحب الشفروليت هذا. شوف السيارة قام متعلق، ظهر البترول على الاخر. خلاص شوف البترول، اوت اوف فيول، يقولك البترول خلص. اوكي بنحاول نضيف من البترول الاضافي اللي عندنا. اوكي حلو
نضيف البترول الإضافي الثاني. حلو، البترول كفينا زيادة بعد. نحاول شوي ناخذ من اليمين لأن المنطقة اللي على اليسار شوي مناطق مائية صعبة شوي. نحاول شوف الشفروليت اللي ورانا يقول لك اوت اوف فيول، يعني ما في بترول. يعني وقت القلص يوم تسحب السيارة انت، اذا السيارة اللي تسحبها فيها بترول ففيها دفع من نفسها بتساعدك في الدفع، ما الحين بدون بترول فما فيها دفع الا انت اللي تسحبها بس في الونش. فنحاول نطلع من المنطقة هذه شوي. والله علقنا علقة في المستنقع. المشكلة انه ما في شيء انك يساعدك في انك تستعمل يسحبك القلص. حاول شوية ما اطلع. شوي لو نوصل لقدام ونبغى يكون طيبة. حلو، ما نقدر نسحب الشفروليت هذاك. بعدنا اكثر من اللازم شوي نرجع. اوكي يعني نسحبه بس احنا الشفروليت اللي عندنا يطوف الحاجز هذا مو انه طيب. والله الشفروليت طلعت تراك قبل شوي من المستنقع، الحين ما قدرت اسحب لك شفروليت. دام ان طلعنا من المنطقة هذه خلاص الامور اسهل الحين. خلاص المهمة اتوقع 90% خلاص خلصنا. الحين بس نوصلها المزرعة. نطلع على اليسار لا يقولنا خربنا للمزرعة، بعدين يزعل علينا ويعطينا مكافأة التوصيل. اوكي هذا زي ما شايفين وصلنا الشفروليت 180 اكس بي وصلنا، والمبلغ 1100. اوكي وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولا تنسونا من الاشتراك في القناة وزر اللايك ونشر الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.